بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله في 27 من سبتمبر ومن قبله قيادات الصفين الأول والثاني، تقارير إعلامية كتير بقى اتكلمت عن انفراط عقد الحزب عسكريا وميدانيا في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان. الحزب الآن أمام ضبابية وعدم تيقن بسبب عدم وضوح الرؤية حول من هو الأمين العام الجديد للحزب ومن هم قادة الفرق والكتائب المسؤولين عن مواجهة القوات الإسرائيلية، وهل ما زال يملك السطوة التي فرضها لأعوام طويلة على مراكز صنع القرار داخل أروقة السلطة اللبنانية؟ أسئلة كتير هيجاوبني عليها سيادة العميد المتقاعد جورج نادر المحلل الاستراتيجي من بيروت. أهلا بحضرتك سيادة العميد، ونبدأ مباشرة. أهلا بك يا فندم. نبدأ مباشرة بأول سؤال، هل حزب الله انفرط عقده وبالتالي أصبح يعني اسم وتاريخ وماضي أكثر منه حاضر وواقع ومستقبل؟ تفضل يا فندم. بالحقيقة ما فينا نقول انفرط العقد، فينا نقول ضربت المنظومة، إنما لم يفرط العقد بعد، والدليل أنه لا زال يطلق الصواريخ ويقاتل بريا الجيش الإسرائيلي على الأرض جنوب ويكبده خسائر. بدون شك حزب الله تلقى ضربات متتالية موجعة منذ اغتيال القائد العسكري فؤاد شكر، ثم عملية تفخيخ البيجر ووضع آلاف المقاتلين خارج المعركة وبصورة دراماتيكية، يعني منهم فقدوا عيونهم، منهم فقدوا الإيدين، منهم الأرجل، منهم الأعضاء التناسلية، لكن كانت مجزرة حقيقية. ثم اغتيال القائد البديل وأركانه، ومن ثم الضربة القاسمة هي اغتيال الأمين العام السيد حسن نصر الله. اليوم الحزب فقد الجيل المؤسس، الجيل المؤسس هم القادة الصف الأول، هم الذين أسسوا هذا الحزب وهم الذين قاتلوا فيه منذ البداية، منذ بداية انطلاقاته لغاية اليوم. هم قاتلوا في سوريا، هم قاتلوا في حرب تموز وفي كل الحروب. إذن هذا الجيل لا يمكن استبداله بالأمر الهين، يعني اليوم لما بيروح قائد بيجي نائب القائد مطرحه، إنما هؤلاء قادة منذ زمان بعيد وتمسكوا بمفاصل الحزب، وليس بالسهل وضع قادة، أو بالأحرى وضع قادة بذات الكاريزما وبذات الخبرة. يعني هين أن نعين حدا محل إبراهيم عقيل ومحل سرور ومحل كل اللي قتلوا، إنما ليس من السهل إيجاد أحد عنده المعرفة والخبرة بالأرض وبتفاصيل المعارك وبالتخفي وبكل أمور الحربية والتصدي لإسرائيل مثل الذين قتلوا، بالأخص الأمين العام. الأمين العام كان ذو هالة شبه قدسية عند مناصريه وعند أركان ومحبيه، يعني ليس من السهل إيجاد شخص مثل السيد حسن نصر الله. عدوه كان يصدقه، لما اختصر الحزب بشخص، اختصر الحزب بشخص السيد حسن نصر الله. عندما تقول حزب الله تقول السيد حسن نصر الله، عندما تقول نواب حزب الله ووزراء حزب الله تقول السيد حسن نصر الله. إذن طبع هذا الحزب بالشخص هذا، الشخص بشخص هذا الزعيم المؤسس منذ 32 سنة. سيادة العميد، عندنا في التحليل السياسي بيبقى عندنا دايما إشارة لكلمة اللي بسموها institutional resilience. resilience يعني القوة مع المرونة، يعني لأي مدى زي ما حضرتك أشرت كده أنه الكيان أو المؤسسة تتلقى الصدمة وتقدر أنها تتجاوزها. كلام حضرتك معظمه بيقول أنها مش هتتجاوزها. لا 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 لا، ما تجاوزوا بعض الصدمة طبيعا، يعني بعد الأحداث في ناس لحد هلا بيعتقدوا انه السيد حسن نصر الله بعده عايش، بعده حي. هيدا مثل لما توفى جمال عبد الناصر وكانوا بقيوا على شهر يروح الناس قدام بيته ينطروا يطلع من بيته، يعني بس مع موت عبد الناصر انتهت الناصرية. هل مع موت حسن نصر الله اللي حضرتك بتقول ان هو بقى كأنه يساوي الحزب، هل انتهى الحزب؟ مع انا لك الارجح تسمية السيد هاشم صفي الدين كأمين عام. مثل ما قلت لا يمكن إيجاد شخصية تماثل السيد حسن نصر الله في حزب الله، رح يعبوا مطرحه ويعينوا على الأرجح حسب المعلومات السيد هاشم صفي الدين، إنما لغاية الآن ما عينوا بخافوا من الاغتيال، أو بالأحرى عينوا ما قالوا أو ما أعلنوا. فإذا الحزب تلقى صدمة، تزعزع بنيان الحزب العسكري وتزعزع البنيان السياسي صحيح،
تلقى صدمة ليس إلى من المبكر تنقول أنه تخطى هذه الصدمة لم يتخطها لغاية الآن. نعم أحسنت، يبقى من المبكر أن احنا نقول تخطاها، عرف يستوعبها إلى آخره. بس خد بال حضرتك أن احنا في محيطنا، يعني سواء بنتكلم عن داعش أو بنتكلم عن القاعدة، يعني توجيه ضربات من النوع ده اللي هي اصطياد رؤوس الأسماء الكبيرة والزعامات المؤسسة زي ما حضرتك أشرت، نال من التنظيم. يعني داعش النهاردة مش داعش أيام البغدادي ولا أي القاعدة أيام اسمه بن لادن، يعني قصدي حدث تراجع شديد في أداء المؤسستين أو المنظمتين. أنا قلت لحضرتك أنه اليوم سيف حسن نصر الله طبع الحزب بشخص هذا الزعيم، هذا القائد، وليس من السهل تقبل خسران أو خسارة السيد حسن نصر الله. يعني اليوم بدون شك البنيان السياسي لحزب الله تلقى صدمة قوية، البنيان العسكري تلقى صدمة أكبر بكثير من الصدمة السياسية. ومن المبكر القول بأنه امتص الصدمة وسيعيد بناء نفسه، ما يحتاج إلى وقت طويل، ولكن ليس. طب ممكن أسألك سؤال تاني سيادة العميد؟ هو في الجزء بقى السياسي أكتر منه في الجزء العسكري. يعني إحنا الفترة طويلة كنا شايفين مشاكل داخل بنية الدولة اللبنانية، منها عدم انتخاب رئيس، منها عدم انتخاب رئيس وزراء، يعني مش الكيرتيكر أو القائم بالأعمال إلى آخره. هل من الممكن إحنا نشهد في الفترة القادمة، أنا طبعا مش عايز أقولها بطريقة بايخة، بس أحيانا الواحد بيفكر إنه حزب الله أضعف ممكن يعني دولة لبنانية أقوى، هل حضرتك شايف إن ده ممكن يحصل؟ طبعا لازم يحصل، مش بس ممكن، لازم يحصل وممكن يحصل. أنا اليوم نسمع أصوات لم تكن تتكلم، كانت تخاف الكلام، وهي في بيئة حزب الله تعترض على هذا الإتاء وتعترض على ما توصل إليه اللبنانيون والجنوبيون بوجه الخصوص. يعني بيئة حزب الله، أنا ما بدي أسمي شيعة وسنة لأنه أنا أكره الكلام الطائفي، بيئة حزب الله اليوم تنتفض على ما توصل إليه وعلى القرارات غير المحسوبة وعلى التهور وعلى زج الحزب ولبنان بحرب نصرة لغزة، في حين أن كل المسلمين وكل العرب صامتون ولم ينصر أحد غزة، تحمل لبنان فقط هو نصرة غزة. اليوم نسمع أصوات داخل الطائفة الشيعية الكريمة وداخل بيئة حزب الله ومؤيدي ترفض ما وصلنا إليه وتنتفض عليه. إذن سيتراجع نفوذ الحزب في الدولة اللبنانية بالطبع. هون الكلام سيوجه إلى الخصوم السياسيين لحزب الله، هل يستطيعون أو بالأحرى الوقوف بجرأة وبشجاعة والقول كفى، لا نريد حربا فقط على أرض لبنان، لا نريد تدمير لبنان نصرة لغزة، سياساتكم أوصلتنا إلى هنا. هل كلام هون، هل يستطيع أو بالأحرى هل هناك جرأة عند بعض هؤلاء المسمون أو الذين أسموا أنفسهم معارضين، عند الجرأة يقفوا ينزلوا على الشارع ويقولوا نحن ما بدنا الحرب، نحن بنرفض اللي وصلنا عليه حزب الله، بنرفض القرارات والتفرد، ومش حزب بيقرر الحرب والسلم في هناك في دولة، ولو كانت دولة هشة ولو كانت حكومة تصريف أعمال هي بالوجود، هي لازم تحكي وهي لازم تقرر. هل هناك حدا بينزل على الشارع اليوم من هل بيسموا حالة معارضة ويقولوا هالكلام؟ طب هم ليه سيادة العميد انا مش شايف، يعني انا ممكن اقول الرئيس ميقاتي بيتحرك وبيلتقي مع قيادات وحتى قال كلام من قبيل انه اول ما يحصل وقف اطلاق النار هيكون في تطبيق للقرار 17-01 وبعدين انتخاب رئيس توافقي. يعني في كلام يبدو انه يدرك اللحظة واهمية عدم اغفالها وتجاهلها، لانها ممكن ما تتكررش كتير، لانه من الممكن ان حزب الله. اتفضل. هذا الكلام الذي صدر البارحة من رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة هو كلام منطقي، انما نحن بنصدق هالتصريح، بنصدق انه هن ناويين يطبقوا القرار 17-01. تطبيق القرار 17-01 يحتاج الى اعلان حالة الطوارئ وفق قانون الطوارئ، اعلان حالة الطوارئ وتسليم الجيش كل السلطة العسكرية وارسال الجيش الى الجنوب ومنع المظاهر المسلحة، واذا
لازم الأمر طبعا يتصدى لإسرائيل إذا حاول اقتحام الأرض اللبنانية. هذه مهمة جيش وليست مهمة حزب مسلح. يعني محاط الطوارئ، ونحن شكلنا بما يسمى جبهة الإنقاذ من كل المجتمع المدني ومجموعة 17 تشرين، ولدينا كل الأحزاب والطوائف اللبنانية للانضمام لنا، وسنعقد مؤتمر صحفي نهار الاثنين ونطلب من مجلس الوزراء إعلان حالة الطوارئ وتكليف جيش مهمة تنفيذ القرار 1701. هون بيكون في غطاء شرعي قانوني رسمي من الدولة اللبنانية للجيش. يا سيادة العميد هتلاقوا دعم كبير جدا جدا من دول عربية ودول يعني كتير من دول العالم هتحب انها تكون إن لبنان يكون دولة طبيعية وليست أول شيء. يعني طوائف اول شيء مش عم نحكي بالدولة، عم نحكي بس خلينا نحكي بالداخل اللبناني. بالداخل اللبناني نلقى صدى ايجابي جدا من الشعب اللبناني واكثر من الطائفة الشيعية الكريمة. كل الشعب اللبناني مؤيد لهذه الفكرة. اذا يا رب حزمت امر إذا حزمت أمر حكومة لبنان وأعلنت حالة الطوارئ وكلفت الجيش تنفيذ القرار 1701، أنا بس هختم مع حضرتك، بس أنا هفكر العالم بلحظة، باللحظة اليلتسينية، لحظة لما يلتسين كان في كده مشاكل وانقلاب على جورباتشوف، وكانت قصة ضخمة جدا. راح واقف واحد كده، واقف اللي هو كان ساعتها رئيس روسيا المنتخب، كان لسه في الاتحاد السوفيتي يعني، وراح طالع على دبابة وكان معاه ورقة وقرا بيان بيرفض فيه الانقلاب وبيعلن فيه استقلال روسيا عن الاتحاد السوفيتي. دي لحظة قيادة حقيقية، صحيح طلع بعد كده مخمور وقصص تانية، بس هذه لحظة محتاجة لقيادة. بشكر حضرتك من بيروت سيادة العميد المتقاعد جورج نادر المحلل الاستراتيجي.